رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقة جديدة من ولا أطيب. اليوم من خان الفرنج، من صيدا، من الطريق البحرية. رح يكون في عنا ثلاث أطباق، وخاصة مع مدام أنجي عطروني اللي حضرتنا اليوم. كيفك مدام أنجي؟ الحمد لله تمام. يعني أطباق سهلة وسريعة وشهية بنفس الوقت. ايه ورمضانية. رمضانية. بس نحن ما نروح هلا على منطقة كوسرية السيد حتى نعرفهم على المنطقة الحلوة. بنوجه تحية لعدنان يونس، هالصورة الحلوة تنقلها للمشاهدين للي هو مسؤول عنها، وبنرجع معكم. تحية لسكان منطقة كوسرية السياد، وعودة معك مدام أنجي كمان. أهلا وسهلا فيك. رح يكون في عنا نحن اليوم فتة السبانخ مع اللبن، طريقة جديدة وحلوة مع الحمص كمان. نحن حنبلش قبل كل شيء بدنا نفرم بصل وثوم. تحتى شاط كيفك بالفرن؟ تمام. بتحب السكين؟ بتحب السكين الكبير أو الصغير؟ ماشي الحال. يلا أنا هون بالوقت رح بلش سخن كمان الحمص. الحمص أكيد نعناه وسلقناه قبل بوقت. واليوم السبانخ، نحن السبانخ مغسل ومسلوق وجاهز. وكمان انتو فتت البيت في حال ما بدها تسلق فيه باليوم بالفرايز بالماركت جاهز، هيك اذا بدها تستعجل شوي لتحضير. بس هو فرش فرش اطيب سبحان الله. ايه بس كله لا، المجلد كمان مش عاطل يعني، كمان بيساعد اذا ما في وقت. هون نحن كمان بهالوقت رح نبلش انا نجهز. نحط الطحينة واللبن، كمان الملح والفلفل، كمان بدنا نحط لها شوية ثوم. بدي اعزبك بالسكين شوي. فوالا ايه هون. لكن احنا بهالوقت الثوم لازم يكون مفروم ناعم، وهي المرأة اللي مستعملها بعد شوي. هون لكن نحن الثوم مفروم ناعم، وهذا السكين لك. ايه اوكي لكف. ايه تحط لكم. وهون كمان نحن عندنا اللبن مع الطحينه. دائما اللبن كثير طيب مع الفته، والطحينه بتساعد شوي على التناسق. بتجمده شوي، بصير بيعطي. نحط له شوي ثوم، ملح وبهار. اكيد بصير في عندنا اللبن المتماسك، بيطلع نكهته كثير طيب. نحن هون الحمص كمان جهزناه خالص بهالوقت. كمان بنعزبك بالبصل مدام أنجي. كيفك بالطبخ الاجنبي والعربي؟ كله تمام؟ كله ماشي. يعني بتفضلي بتفضلي الشرقي او ما بتفضلي؟ لا انا بحب التنويع. التنويع بكل شيء. يعني قصدك بدنا شوية ثوم هون كلنا اياهم ناعمين. ايه التنويع حلو دائما. وهون نحن كمان يعني الاكل هذا طيب وهذا طيب، بس بتغير يعني التنويع بين الشرقي والغربي. اكيد يعني اليوم كتلة الشرق يمكن الواحد بحس حاله شوي بملل. بملل اخر شيء، انه لازم الواحد كمان كل اكل له افاده. اي مزبوط. يعني تشكيل كمان للاولاد لل حلو. هون نحن لكن البصل مع الثوم، بصل جواني، الثوم كمان مفروم نحطه بندبله، نرجع نضيف السبانخ. وهون عندنا نحن اللبن مع شويه طحينه حتى يصير عندنا التماسك للطحينه للبن. يوم في ناس ما بيحبوا طحينة، ممكن يحطوا لبن، بس الطحينة بتساعد للتماسك. هي أذواق. أذواق بالضبط. في ناس ما بتحب. هون لكن هالبصل. حضر الخبز. الخبز صار جاهز. الخبز أول طبقة، هذا خبز محمص. هون لكن نحن أول طبقة من الخبز. عظيم. شكرا لك مدام أنجي. الحمص سخن. الحمص سخن بدنا كمان صفي. نصفيهم. بدنا نعطيكي الكبشه. تفضلي.
كمان بنوزعهم فوق الخبز بلا مرق اكيد. هون لكين البصل والثوم ندبلهم مع على النار. السبانخ؟ مع السبانخ، نحن هون السبانخ غسل مسلوق ومعصور، جبتنا يوم مدام انجي معها. هو من جنينة أو من السوق؟ لا من جنينة. إيه؟ من جنينة. حلو كثير هيك واحد يرجع للتراث القديم يكون عنده جنينة البيت ويزرع أشياء حلوة، بيا من لونه هيك خضار قاتم غير ما يكون، بتحسي فعلا الفريش بتحسي فيه غير نكهة. إيه هون لكين السبانخ مع الملح. هون كمان بنحمي المخلاة لحتى نحط شوية سمنة، لكن نحن حطينا خبز محمص. خبز معدن حمص؟ ولا نو من حطينا الحمص وهلا رح نضيف بعد سبانخ وثوم وبصل. هذا هلا السمنة على الوجه من بعد اللبن مع صنوبر. هون لكن نحن في عنا الصنوبر شوي بنحمرهم، وعندنا كمان السمنة. السمنة اجبار يكون فتة. فينا نحط زيت شيف؟ شوية زيت زيتون، شوية زيت نباتي حسب، او شوية زبدة كمان، بس كمان. السمنة صغيرة بالفتة تعطينا نكهة طيبة. هلا مش ضروري نحط كمية كثير كبيرة، ملعقة هيك مسقية على الوجه. لا ماشي الحال، لأنه بتعرف نهار صيام طويل، كثير مهم انه هيك نتناول شيء لذيذ وشهي. هون نحن البصل والثوم والسبانخ. هون نحن شو رح نعمل بهالوقت؟ هلا منضيف خلينا نشوف قديش. شكرا لك. هون رح نضيف نحن السبانخ مع البصل والثوم بهالطريقه. هون لكن صار في عندنا خبز، وهون كمان رح اعطيك الكفكير او اللوش. ثانك يو لك. كمان اللبن مع ثوم، مع ثوم وشوية طحينة حتى يكون في شوية تماسك. لاحظي كيف الطحينة بتعطي تماسك. أكيد بتجمد. حتى بس تعمل طراطور وهيك بتلاقي دغري جمد ال بالظبط. هون لكن حطيت شوية بهار أسود مع الفلفل. حطينا ملح وفلفل مع سبانية. وهون كمان شوية سمنة. السمنة اللي على النار موجودة بدنا نضيفها فوق من هون. هون لكن نحن السمنة على النار مع الصنوبر. شو رح نعمل بهالوقت؟ هون كمان رح نحط لها بابريكا، رشة بابريكا هيك على الخفيف. في أصفر وفي أحمر. في أصفر أحمر مزبوط. وهون كمان بقدونس. شو رح نحطهم هيك كمرة، هي بس للزينة البقدونس هيك تحطها بالضبط هيك، أو نوزع على الجاد حتى يكون هيك بتعرفي الجاد حتى الشهر برمضان يفتح نفسنا. هون لكن نحن عندنا السمنة مع الصنوبر. بس الأكل كمان بس تشوفوا لكن العين بس الشهية. فعلا فعلا العين بس هيك تستحلي شغلة. ايه مشان هيك بيتزين طبعا. وهون نحن عندنا السمنة للي حميناها على النار مع الصنوبر على الوجه. الصنوبر تحمر وهيك بنوسع. أهم شيء تعمل هالصوت تحبه انت. بحسها هيك انه اخذت حق الطبخة، وهيك هالفتة الاسبانيغ صارت جاهزة. الفتة برمضان ولا بد ولا غنم، لابد منها مزبوط. كل يوم مهمة كثير مع الفتوش. واكيد انجي رح نروح نحن لفاصل اعلاني. ثانك يو عليك. رح نروح لفاصل اعلاني صغير ونرجع معكم، انطرونا. ومن بعد الفاصل مشاهدينا عودة مع مدام انجي عطوني، يعني فتة الاسبانخ غير شكل غير شكل وصلنا السمنه والصنوبر. ايه وصحية صحية يعني طيب ما كثير دخلنا الا على الوجه. كمان بشهر رمضان المبارك تطلع غير شكل. الطبق الثاني نحن يكون عندنا الفريك مع الدجاج، الفريك مع الدجاج، القمح الاخضر كمان مغذي وطيب. يعني اليوم اطباقنا فعلا شهية. ايه ومغذية وغير رمضان بتمشي يعني عظيم. خلينا انا بلش افرم لك البصلة ناعمة والثوم والزنجبيل. والزنجبيل يعني اليوم نحن اكيد صورنا الفريك وغسلناه كثير منيح. لما انتبه اليوم الفريك بدنا نغسله كثير منيح. هون اوقات بيبقى شوي رمل. ايه طبيعي هو دائما الافضل يتصول شوي ويتغسل. هون نحن بدنا نفرم البصل فرما ناعما. وهون بهالوقت كمان نحن شو بنكون عم نعمل؟ عم نحط شوية سمنه
لندبل هالمزيج. يعني اليوم السمنه معلش اسمحوا لنا فيها شوي صغيره. في ناس تحط زيت نباتي اذا ما بدها تحط سمنه. ايه فيكي. حتى ما يقولوا انه نحن السمنه بتضل، بس نحن اللي عم يعمل دايت بهالشهر الفضيل اللي ما عم يعمل دايت بحط سمنه. معلش نتفه صغيره. لا بحاجه للجسم يعني طول النهار صيام بحاجه. اكيد هون لكن فرم البصل. فرما ناعما. والثوم كمان فرم ناعم. مع الزنجبيل. كمان فينا نبرشو على المبرشة. ايه انا ببرشو وفينا اجمالا. ايه وفينا كمان اذا عندنا سكين مثل هذا السكين. اسرع. اسرع. فعلا للي ما بيرحم. هو فعلا الزنجبيل بيعطي طعمه طيب كثير بس ما نكثر كمان، يعني له معدله. بصير حد بصير حد صحيح. اذا كثرنا. بالضبط. هون صار عندنا لكن البصل والثوم والزنجبيل والسمنه على النار. انا هون رح نضيف البصل. كمان. لشوي تصير زهر. ايه تبلها شوي. وهون نحن الدجاج اكيد نحن سلقنا الدجاج صدر الدجاج وكمان نحن بيجي معه اللبن والخيار لبن والخيار والتوم. نفرم الخيار يلا فيري جود بهالوقت انا بكون نستغل الوقت على فكره اللي عندهم شيء مشكله الاولاد بالاكل مدام اجي عندك لا 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 انا على طول بشكل على طول يعني بدهم شيء سريع بدهم طبخ بدهم بس انا بحاول امرق لهم الطبخات اللي هي مفيده يعني لو بيعترضوا شوي يعني بس بيرجع بياكلوا انه شيء مفيد لهم يعني بالنهايه لازم لازم يغيروا خصوصا برمضان انه كل يوم بدك تكون شيء جديد لحتى ما يزهقوا عظيم سؤالنا اليوم على تويتر مشاهدينا كيف فينا نستعمل الديكورات القديمه لتزيين المائده خلينا نشوف شو الجواب بونجور نزولا عند رغبه المشاهدين اليوم حبينا نجاوب على كذا سؤال بخصوص رمضان انه كيف فينا نعمل سنتر بيسز من الورد بالادوات المطبخ سو وحده من الشغلات اللي كثير دارجه هلا بالاعراس اللي كمان فينا ممكن نستعملها ببيتنا وكثير سهل علينا هدول الفناجين فناجين الشاي او حتى فناجين القهوه كل فنجان ممكن يكون عليه نقش كثير مهضومه بنقدر نستعمله ونستفيد منه ونزين فيه طاولتنا خاصه طاوله رمضان اللي عاده بتكون غنيه سو بحاجه لورد لحتى تغنى اكثر واكثر خبرية هي بتقول انه ما بدها كثير كثير سهله سفنجه حيلا سفنجه من عند محل الورد تقدر تامنوها والفنجان وممكن نحط ورده على كل فنجان هلا في كذا طريقه نحن ممكن نقدر نستعمل نحط الفناجين فيها لحتى نقدر نزينها لنعبي الفراغات في عنا شيء اسمه موس نحن مستعملينه كذا مره بحلقتنا وهدول كمان كثير سهل ممكن تلاقوه من عند محل الورد بيعطي كثير بيعطي اللون الاخضر بيطلع غني ببين كانه شيء طبيعي هلا في كذا مثل ما قلت قبل في كذا طريقه انه نحن ممكن نستعملها ممكن نحطهم السته مع بعض حد بعض على نفس المستوى او فينا نحطهم فوق بعض هلا بفرجيكم كيف بيطلعوا فوق بعض كمان بيطلعوا كثير مهضومين وغريبين هلا كثير درجة هذا انه ممكن نعمل هذا الستيل ستيل بيسمى اذا بدكم فينتج او بريتش ستايل بيطلع كثير مهضوم على الطاوله في ناس
نعمله بهذه الطريقة مثلاً، أو فينا نحطه هيك. في كذا طريقة ممكن نستعملها. إن شاء الله نكون جاوبنا على سؤالكم ورمضان كريم. لكن نحن بهالوقت كمان مدام أنجي رح نضيف الثوم والزنجبيل، رح نضيفهم مع البصل والسمنه، ريحتها ما في خبرك قديش طيبه. وانت هون كمان فرمتي الثوم لللبن، وفي عندنا اللبن والخيار. هذا سؤال قدام الفريك. اوكي بيتقدم معه كصلصه. ممكن كمان اذا حدا بحب يعمل مرقه دجاج كمان ممكن يستعملها. هون لكن نحن البصل والثوم والزنجبيل، السمنه اكيد اللي بتعطي هالنكهه الطيبه، وعندنا نحن الفريك هون، الفريك غير شكل، الفريك اللي غسلني كثير منيح بدنا نذكر المشاهدين، الفريك هو لحمها الاخضر وصحي جدا للاطفال وخاصه بعد النهار. انا كثير مرقوا بالبيت، لازم خاصه بشهر رمضان المبارك لازم يتمرق يعني ثلاث اربع مرات خلال، لانه مغذي جدا وخاصه للاطفال يعني. لو بيعترضوا شوي بس بدهم. لا لا طيب كثير مع الطريقه هون جنن ما في اعتراض. هون لكن نحن رح نضيف الفريك مع المزيج. شو بحب ريحه السمنه في اطيب منها. هون كمان نحن اكيد الصنوبر المحمص، نحن حمصنا صنوبر مع اللوز، اللوز والصنوبر فينا نقليهم قبل القليه وفينا نحمصهم إذا بتحب مثلا ست البيت، أو كمان نحن أنا بفضل ست البيت بشهر رمضان المبارك تجيب قلوبات لوز وصنوبر وكاجو وفستق تقليهم وتحطهم على محل نضيف حتى يمتص مضبوط الزيت إذا بتحب، أو يشيلوا بالفرن مرتبين كل ما بدها تستعمل الطبخ بتوفر على حالها شوية وقت وبدلوا أسرع. إيه مثلا عندها عزيمة إجيها بدها وقت الإفطار مثلا بدها تعزم حدا دغري بترش شوي على الرز شوي على الفريك شوي على الأكل بيعطي منظر حلو وكمان طيب وشهي القلوبات وبوفر عليها ما تقعد تقلي وهيك قصص. ما هو كل يوم بتلاقيه لانه كل يوم نفس الطلبات حيكون رح يكون افضل، فلازم يكون عندها هيك اشياء مريحه حالها يعني دائما ست البيت لازم تريح حالها عشان تفطر على رواق بالضبط. وهون لكن احنا حطينا ملح ملح وثوم للي بحب كمان شوية بهار ابيض. هيدا الصلصة تتقدم مع الفريك بالدجاج. هون لكن احنا رح نسكبها بهيدا، رح هذا الفريك رح نسكب فيه. أيوة. ونرجع نسكب هون لكين هالصلصه الطيبه. اللبن كثير مهم خاصه نحن بفصل الصيف يوم لازم يكون في لبن. كاسه لبن كثير مهم ببورد وبيعطي هيك. وهون نحن كمان الفريك رح نضيف نحن مرقه الدجاج غير شكل. هون كمان نحن اكيد مرقة الدجاج، انا هون بذكر المشاهدين دائما اذا في حال عنده دجاج مواد العطريه كمان كثير مهمه من كرات من كرافس من ورق غار من حد هيل. هو الزنجبيل كمان بيعطي طعم كثير بس البهار الاسود انا بكل شيء بحط شوي نكهه. فلفل الاسود بحبه. نحن كل شيء تقريبا 80% من وصفاتنا فلفل حسب الرغبه وفريش هيك هي بتعطي تطحن هيك الفلفل بتحسي في نكهه مميزه بتكون. هون لكن نحن الفريك مع هالمزيج الطيب شوي صغيره بعد. هون نحن رح نسكر كمان حتى يستوي اكيد رح نقدمه مع الدجاج ورح يكون في عندنا طبق اليوم حلو بالشوفان الحليب بالشوفان مع العسل مع وكرات التمر وعسل. هيدا اول شيء طبق كثير مهم كمان انا هون اليوم نحن اطباقنا على فوقها كثير مغذيه وكثير صحيه. ايه ما انا مشان هيك استبدلت الرز بالشوفان لانه افيد مفيد للجسم. في ناس بتحب الرز بس الشوفان فكره جديده لا فكره جديده كمان منه انه مفيد جدا مفيد وتمر وعسل وخصوصا برمضان يعني تمام عظيم عظيم. لكن مشاهدينا نحن دائما بنحب نذكركم دائما اي سؤال بتحبوا تسالونا ارسلونا على تويتر وكمان عملوا لنا لايك على الفيسبوك ولا اطيب. وكمان بهالوقت مشاهدينا رح نروح لفاصل اعلاني صغير ونرجع معكم انا مدام انجي انطرونا. عودة من بعد الفاصل مشاهدينا ومستمرون مع مدام انجي عطروني كمان اهلا وسهلا فيكي. ريحة الفريك اليوم رائعة جدا
السمنه مع البصل والثوم والزنجبيل والفريك اللي كمان حاطين له الصنوبر المقلب مع اللوز ومع الملح والبهار، طالع ريحه السمنه، وخاصه نحن سلقناه وستويناه وصار جاهز للسكب. ونحن عندنا اكيد الدجاج اللي كمان سلقناه بموضه طريه، ونحن عملنا معه كمان صلصه اللبن، اللبن مع ثوم والخيار ملح والفلفل توابعه عظيم. هون لكان نحن الدجاج طبق التقديم مع الفريق، رح نحط الدجاج على الوجه هيك ساعتها نحن هون بالافطار بصير واحد شو بعباله بصير ياخذ. هون رح نسكب نحن الدجاج لكن ومن ثم الفريك هذا نسكبه ريحته حلوه خاصة انا كثير بحبه ايه وانا كمان ومغذي كمان مثل ما ذكرنا. هون لكن نحن كمان بهالوقت هلا نحن رح يكون عندنا شو طبق الحلو انجي؟ حليب رز بحليب بس بدلناه بالشوفان. اوكي شوفان كمان اي كله اليوم صح اكل صحي اكل صحي ومغذي مع التمر وعسل كمان وما زهر عظيم. هو نفس طريقه الرز بحليب بس بدلناه بالشوفان وحطينا التمر وحليناه بالعسل ما حطيت سكر. خي شو حلو. هون لكن نحن الفريك هون نحن هيدي طريقة جديدة هيدا الفريك مع الدجاج ولبن. هون نحط شوي من هون يعني كله الأكل العربي قريب لبعضه بتعرف النكهات. هلا نحن رح نبلش هون مع كرات التمر. هون نتحدى خلي الكاميرا شوي تشوف كمان عندنا الحليب نحن هون عم بيغلي نحن هون الحليب رح نحط الشوفان أكيد الشوفان اللي هو كثير لكن مكون التمر مع شوفان والحليب كرات التمر واكيد عم تشوفوا على الاسفل الشاشه. وهون نحن كمان نغلي شوي للشوفان مع الحليب لحتى ينفش شوي بتكون كمان بهالوقت عم نجهز كرات التمر. ونحن عندنا عسل هو حسب ما الواحد رح نحط شوي بالنص انا بفضل شوي بالنص وشوي على الوجه اكيد هون شوي لكن بقلب الطبخه تيطلع طعمته حلوه. وهون يعني هذا اللي عم يعمل دايت وبيمشي الحال معه وكمان هيدي سريعه حلو سريعه حتى تتقدم بارده تنحط بالبراد كمان فكرتها كثير حلوه مع التمر. هون كمان رح سالك نحن بالتمر كرات التمر تمر من دون عجوه هون لكن حتى بتلززوا فيه كمان اطفالنا هي كثير مهمه للصغار عن جد للصغار كثير مهمه الشوفان مفيد الحليب التمر العسل يعني كلها اشياء طبيعيه ومغذيه. هون نحن صار تعطي طاقه بالصيام ايوه رح نحط التمر لكن هون بالكاسه ثانك يو انجي وهون انا رح اغير الكفوف لانه والشوفان دائما نستعين ست البيت لازم يكون عندها فوطه بالمطبخ لانه الفرن بيغدر او الطناجه بتكون سخنه فدائما استحياض يكون في عندنا فوطه احتياط. ونحن رح نسكب هلا ثانكيو لك انجي ثانكيو ميرسي لك. هون التمر كمان رح نحط القلوبات مع الكاجو اللوز والصنوبر المحمصه والفستق كمان مطحون اكيد. هون العسل كمان على الوجه وبتقدم بارد كمان طبق مميز جدا وصحي وسريع ما بياخد وقت ما بياخد عن جد الواحد اللي تعبان اذا كان صيام ايه بدك شيء هيك حلو كمان وكلفته مقبوله ايه شوفان كثير مهم وخاصه هلا عم ينصحوا كثير الدكتور الحكي معه انه بتناوله يوميا بخفض الكوليسترول ثلاث اطباق مدام عندي يخلصوا معنا بوقت قصير جدا واكيد المشاهدين استفادوا من افكار عديده صحتين ونعم نحن بدنا نشكرك كثير وما تنسى تسلمينا على الشيف بلال عطرون كمان وبعطينا له سلام خاص رمضان كريم شكرا شكرا لك مدام عندي. وهيك مشاهدينا حلقتنا لليوم خلصت بنتمنى لكم افطار شهي موعدنا بكره كمان بحلقه غير شكل الى اللقاء